مرحبا، أنا مي حجارة من اعزف.com. بدنا نتعلم أغنية هبت هبوب الشمالي من التراث الأردني. مقام الأغنية هو مقام الرست، في يومي نص بيمول وسي نص بيمول. برضو خلينا ناخد المقام مع بعض من الدو. طبعا دو ري مي نص بيمول فا سول لا. لاحظتوا انه نحنا لا كانت شوي موقعها اعلى من المي اللي قبل، يعني عملنا ازاحة شوي لايدنا. بعدين سي نص بيمول ناخدها بهاي بالاصبع الثالث من هون، يعني خلينا ناخدها كمان مرة. إذن هيك أخذنا مقام الأغنية اللي هو الرست. هلأ رح نبلش بالأغنية. الأغنية رح تبلش بدو، رح تكون بالأبيت دو مي فا سول مي بهاي الطريقة. دو مي فا سول مي، هاي بتفرق معنا لما نيجي نعزف بقوة الضربة. دائما بتكون الضربة اللي على البيت هي اللي عليها الباور أو اللي عليها الأكسنت أو الوضوح. خلينا نشوف. إذن دو مي فا سول مي ري سول فا مي ري دو. هلأ منكمل لما من بعد ما وقفنا على الدو. دو دو ري مي ري فا مي مي ري ري دو دو. إذن دو دو ري مي ري فا مي مي ري ري دو دو. هلأ نرجع منعيد من أول. إذن في عنا بالآخر رح تكون كمان دو، يعني دو دو مي فا سول مي ري سول فا مي ري دو دو ري مي ري فا مي مي ري ري دو دو. دو مي فا سول مي ري سول فا مي ري دو دو ري مي ري فا مي مي ري ري دو دو. دو مي فا سول مي ري سول فا مي ري دو دو ري مي ري فا مي مي ري ري دو دو. إذا بتلاحظوا كل مرة يعني كنا عم نعيد بالمقطع، لكن بالإعادة الأولى كنا نعمل دو دو بهاي الطريقة. كنا نرجع دغري على المي لأن كنا بدنا نعيد. هلأ لما بدنا نقفل اللحن هذا بنكتفي بضربة واحدة على الدو بهاي الطريقة. يعني بالحالتين في عنا دو، بس الدو الأولى بتكون قصيرة لأنها موصولة بالمي، الدو الثانية رح تكون الدو زمن كامل أو طويلة. مثل بهاي الطريقة بيكون عنا لحن الأغنية بكل كوبلي، ودائما بيكون في فاصل موسيقي بين كل كوبلي والتاني بنفس اللحن. شكرا لكم.